من امام جسر عين قوسين طلعت الاسماعيليه زي ما حضراتكم شايفين. بدء توزيع وجبات الافطار للساده المواطنين المتضررين من كسر جسر عين قوسين زي ما حضراتكم شايفين. اتعودنا مع حضراتكم متابعي جريدة المصرية ان احنا بنرصد اللحظات او الاحداث اول باول داخل الاسماعيلية وكافة المحافظات، والان مع موعد الافطار ودقائق معدودة على موعد الافطار بيتم توزيع وجبات داخل القرية لاهالي عين قوسين. زي ما حضراتكم شايفين وجبات جاهزة لأهالينا، وجبات جاهزة لأهالينا في قرية عين قوسين بيتم توزيعها الآن من قبل المجلس القومي للمرأة وأصحاب الخير من كل مكان. يعني زي ما حضراتكم شايفين احنا متعودين حتى التضامن دلوقتي لسه ماشي من المكان، كان بيرصد احتياجات المواطنين، بيوزع لهم عصير وغيرها من المستلزمات الغذائية والمشروبات.